السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتكلم في درس لذيذ جدا خفيف، يعني علشان تكونوا إيه عارف الناس في الفترة دي الوقت مش حابين قوي المذاكرة، فده يبقى فيديو خفيف جدا يعني تسمعه في دقايق وإن شاء الله تستفيد منه جدا جدا. هو محل MCQ كتير مهم جدا سواء مايكرو أو بارا، الموضوع تتعرض له كتير جدا جدا جدا. بكتيريا اسمها ريكيتسيا. أول ما بدأنا خالص جنرال بكتيريولوجي جينا عند عنوان كده ورحنا قايلين ريكيتسيا أند كلاميديا، وقمت قايل لك ان دي بكتيريا سيميلر تو فيروس، حتى كنا بنقولها كده اتيبيكال بكتيريا سيميلر تو فيروس سو جرو اون تيشو كلتشر. هي ليه شبه الفيروس؟ اهم حاجه هي ليه شبه الفيروس لان هي صغيره جدا جدا واوبليجاتوري انتراسيولر. في البكتيريا عندنا ما فيش حاجه اسمها انها تكون اوبليجاتوري انتراسيولر، الفيروس هو اللي كده. يعني ايه اوبليجاتوري انتراسيولر؟ يعني ما ينفعش تعيش بره الخليه. الاوبليجاتوري انتراسيولر دي ما تسمعهاش الا في الفيروس وفي الريكيتسيا اند كلاميديا، علشان كده كل اللي هنقوله ده اصلا ينطبق على الريكيتسيا وبكتيريا كمان اسمها كلاميديا. طيب ماشي، امال البكتيريا يا دكتور؟ لا، البكتيريا في 7 بكتيريا ممكن يعيشوا انترا سيولر وممكن يعيشوا اكسترا سيولر. طيب تعالوا نشوف الريكيتسيا هي ليه بتقول عليها شبه الفيروس. اول هام علشان هي سو جرو اون تيشو كلتشر. سو الاس انها سمول، وسمول جدا ليه؟ علشان هي اوبليجاتوري انتراسيولر، لازم تعيش جوه الخليه. افكرك بحاجه، الفيروس كان بيعيش اوبليجاتوري انتراسيولر علشان ما كانش عنده اي تي بي وما كانش عنده ريبوسوم. فاكر الموضوع ده؟ يعني كنت اقول لك هو ليه الفيروس اوبليجاتوري انتراسيولر، فتقول لي علشان ما عندوش اي تي بي وما عندوش ريبوسوم. طب البكتيريا بتاعتنا؟ لا، هي عندها ريبوسوم بس ما عندهاش اي تي بي. يعني الفرق بين البكتيريا اللي احنا بنتكلم عنها الريكيتسيا والكلاميديا ايه يا دكتور؟ ان هي اوبليجاتوري انتراسيولر علشان ينطها مصدر الاي تي بي، خلاص كده، فبتخش جوه خليه علشان تاخد منها الاي تي بي او الانرجي بتاعها. بعدين كانت جرو اون ان انيميت ميديا، يعني ما تعرفش تنمو على بلاد اجار وخلافه، هي محتاجه يا اما تيشو كلتشر او يوكساك او انيمال انكيوليشن. بتعمل بيزوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بودي، بتعمل بيزوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بودي. يعني لما تشوف الهوست سيل كده وادي النيوكليس بتاعتها، هتلاقي ايه؟ هتلاقي في تجمعات من الانكلوجن بودي هنا. دي خليتي، الخليه الحمراء دي كده خليتي. طب ايه التجمعات دي؟ دي انتراسيتوبلازميك انكلوجن بودي، كنا بنقول كده بيزوفيليك. حتى كنت اقول لك ان البكتيريا بتعمل بيزوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بودي، الاسيدوفيليك او الايزينوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بودي كان بيعملها بعض الفيروسات اللي هي غالبا ار ان اي فيروس والبوكس. طب هي ليه شبه البكتيريا؟ اولا عشان عندها ريبوسوم، والنقطه دي مهم، يعني هي عندها القدره انها تبني البروتينات الخاصه بيها. النقطه الثانيه عندها دي ان اي اند ار ان اي. امال الفيروس؟ لا، ده كان دي ان اي اور ار ان اي، هي عندها دي ان اي وار ان اي. الفيروس كان اور لكن هي عندها اند. عندها سيل وول يشبه الجرام نيجاتيف، بتتكاثر بالباينري فيجن لانقسام الثنائي البسيط، بتستجيب للمضادات الحيويه ماشي، مضادات شهيره زي السلفا والبنسلين والتتراسايكلين وخلافه. فهي كل سواء كلاميديا او ريكيتسيا بتستجيب للمضادات الحيويه. يبقى انا عندي ليه هي فيروس لايك وليه هي بكتيريا لايك. طيب مش ده الاسئله، الاسئله طبعا في سؤال مهم، هي عندها اي تي بي ولا ما عندهاش؟ لا ما عندهاش. عندها ريبوسوم ولا ما عندهاش؟ لا عندها. فلازم تبقى عارف هي ايه اللي خلاها شبه الفيروس وايه اللي خلاها شبه البكتيريا. طب في النهايه استقرينا انها بكتيريا ولا فيروس؟ لا بكتيريا. ما ينفعش تقول لي حاجه فيها دي ان اي وار ان اي وتقول لي فيروس. على فكره بالمناسبه بتلاقي في كتب قديمه فعلا كاتبه على الكلاميديا اللي انا كنت قراته، فكاتب ان الكلاميديا فيروس. لا، الكلاميديا والريكيتسيا اتيبيكال بكتيريا، اتيبيكال بكتيريا، بكتيريا بس نص كم شويه. ليه خلاها نص كم؟ عشان البروبيرتيز دي. طب ليه قلت عليها بكتيريا؟ عشان البروبيرتيز دي. النقطه الثانيه، البكتيريا بتاعتنا اللي اسمها ريكيتسيا بتعمل لك مرض تايفس وسبوتد فيفر. وهنا بقى بص ارمي اسئله 5000 سؤال ام سي كيو في الثانيه. ليه بقى؟ لان انت عندك هيسالك على كل ديزيز، هيسالك على كل ديزيز مين البكتيريا تحديدا اللي بتعمله، هيسالك سواء مايكرو او بارا بالمناسبه، مين البكتيريا تحديدا اللي بتعمله. النقطه رقم 1. النقطه رقم 2 هيسالك يقول لك هو الفيكتور اللي شايله ايه، يعني بيتنيل بلايس، بيتنيل بمايت، بيتنيل بتك، بيتنيل بفلي. ده سؤال مهم. اول حاجه التايفس،
الطيفس طبعا الريكيتسيا بتعمل فيفر وذراش، والفيفر حتى بتاعتها اللي وذراش بيسموها سبوتد فيفر. الطيفس عندي منه شكلين، يا اما ابيديميك طيفس يا اما انديميك طيفس. وكنت قايل لك قاعده جميله جدا واحنا بنقول الباره، قلت لك اذا ذكر الامل ذكر الوباء. يعني ايه؟ هو ايه الفرق بين الابيديميك والانديميك؟ ابيديميك يعني وباء، وباء زي الكوفيد 19 مثلا في وقتنا الحالي، واجري والحق وحلق واعمل حجر واحذر، ده اسمه كده ابيديميك، اسمه وباء. طب طبعا هو ارتقى للبانديميك الاعلى من الوباء اللي هي جائحه تصيب العالم كله. خلاص كده. طيب النقطه بقى اللي انا بكلمك عنها، ده ابيديميك اللي هو الوباء، امال انديميك يعني مستوطن. فكنت اقول لك اذا ذكر الامل ذكر الوباء، ومع احترامي الامل ده بيعيش على هيومن ولا انيمال؟ لا هيومن. يعني انا هقول امل وعايش على هيومن، يبقى بينقل ابيديميك تايفس ولا انديميك؟ ابيديميك. يعني انت عندك في البارا ومايكرو ابيديميك تايفس وانديميك تايفس. الابيديميك امل، طب والانديميك حاجه تانية. طب ابيديميك ريلابسنج فيفر وانديميك ريلابسنج فيفر، الابيديميك امل، طب والانديميك حاجه تانية. يبقى دايما دايما ابيديميك يعني امل. الابيديميك بتتعمل بالريكيتسيا بروازاكي، يبقى البي فيها بي اهي، الحمد لله صدفه سعيده. امال الانديميك؟ لا سهله، ريكيتسيا طايفي، ريكيتسيا طايفي. طيب يا دكتور الابيديميك امل ولا فلي؟ هتقولي لا امل. طب والانديميك؟ لا الانديميك فلي. طب الامل هيومن ولا انيمال؟ لا هيومن. طب والفلي؟ لا ما احنا عارفين ان الفلي بيبقى عايش على الحيوانات، ماشي، يعني هو موجود في الغالب مع الحيوانات، ما بيجيش على الهيومن كده غير اكسيدنتالي، ماشي. يبقى انا كده خلصت من الطيفس، عندك يا ابيديميك يا انديميك. طب الابيديميك ريكيتسيا بروازاكي ولا ريكيتسيا طيفي؟ لا ريكيتسيا بروازاكي. طب والانديميك؟ يبقى طيفي. طيب الانديميك لايس ولا فلي؟ انديميك. لا يا دكتور مش لايس. تبقى ايه؟ تبقى فلي. طب الابيديميك حيوان ولا انسان؟ لا يا دكتور الابيديميك الريسيرفوار هوست بتاعه لا ده امل، امل يبقى انسان. خدت بالك انت هتفتكر الكلام ازاي؟ طيب سبوتد فيفر، عندي حاجه اسمها سكراب تايفس بتتنقل بنوع ريكيتسيا اسمه تسوتسو جاموش، وريكيتسيا بوكس، ريكيتسيا البوكس بيتنقل بريكيتسيا اسمها ريكيتسيا اكاري، ده اسم الاورجانيزم. ومرض اسمه روكي ماونتن، وروكي ماونتن دوت جبل في امريكا، بيتنقل الديزيز دوت بريكيتسيا اسمها ريكيتسيا ريكيتسي، او بيتسبب في ريكيتسيا ريكيتسي. بوتونيس فيفر دي بتتعمل بريكيتسيا كونوري، وترنش فيفر بريكيتسيا كوانتانا. دكتور هنحفظ الكلام ده ازاي؟ بص يا دكتور هي موضوع لذيذ قوي، بيقول لك ايه؟ ميتي ماوس، ميتي ماوس بيلعب اكاري. عارفين ميتي ماوس؟ ايه ميتي ماوس ده يا دكتور؟ ميتي ماوس علشان هو بيتنقل عن طريق حشره اسمها مايت، وماوس لان الريسيرفوار هوست بتاعه هو الماوس. صعبه؟ لا. بيلعب اكاري. وتسوتسو، عارف مين تسوتسو؟ تسوتسو اللي هم الناس بتوع اليابانيين دول اللي هم عارف بيبقوا تخان كده ولابسين اللبس دوت وبيخبطوا في بعض، ده عارف المصارعه دي اللي هي السومو دي؟ دي اسمها تسوتسو. لما بيجي يلعبوا التسوتسو ده، لا الاحسن بقى انا عارف هم بيلعبوه على المسرح، لا احنا الاحسن يلعبوه على السكراب. سكراب يعني ايه؟ يعني نجيله. التسوتسو بتعمل لك الطيفس اللي اسمه سكراب تايفس. يعني ايه سكراب تايفس؟ يعني ايه سكراب تايفس؟ الطيفس بتاع النجيله كان بيتنقل بسكراب مايت. طيب دي عليك في البقره في الحشرات. والريكيتسيا اكاري بيلعب ايه على الاكاري؟ بيلعب بوكس. عارف لعبه البوكس اللي في الاتاري بتاع زمان ده؟ طب تعالى بقى ركز كده بس عشان الكلمتين سهلين خالص وهتحفظهم. بقول لك ايه؟ ميتي ماوس بيلعب اكاري وتسوتسو. طب بيلعب اتاري على النجيله ولا بيلعب بوكس؟ لا بوكس. طيب بيلعب تسوتسو على ايه؟ على النجيله. طب نجيله يعني بالانجلش؟ يعني سكراب. تعالى اسالك سؤال بقى، السكراب تايفس بيتنقل باللايس؟ سكراب تايفس بيتنقل باللايس ولا الفلي ولا الميت؟ سكراب بالنجيله؟ لا 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 استنى، السكراب تايفس دوت كان بيتنقل بميتي ماوس، يعني ميت. السكراب تايفس هيومن ولا ماوس ريسيرفوار هوست؟
ميتي ماوس، لا الريسيفر هوست ماوس. طيب سكراب تايفس اتسوتسو ولا ريكيتسيا اكاري ولا ريكيتسيا تايفي ولا ريكيتسيا بروازاكي؟ سكراب النجيله لا اتسوتسو. وصلت؟ يبقى تسوتسو هيفكرك بمين؟ بالنجيله. هيفكرك بمين؟ بميتي ماوس. ميتي ماوس كان بيلعب لعبتين، يا اما يلعب تسوتسو يا اما يلعب اكاري. لما بيجي يلعب اكاري اتاري يعني بيلعب بوكس، ولما يجي يلعب تسوتسو بيلعب على السكراب. طب روكي ماونتن فيفر، بص انت هتحفظ جمله لذيذه قوي، روكي ريكي تك. الروكي ماونتن فيفر بتتعمل او بتجيلك بالبكتيريا اللي اسمها ريكيتسيا ريكي ريكيتسي، وبتتنقل بالتك. يبقى روكي ريكي تك يعني الروكي ماونتن فيفر، الروكي ماونتن فيفر بكتيريا بتاعتها اسمها ريكيتسيا ريكيتسي وبتتنقل لك بالتك، بتعمل لك سبوتد فيفر. ده جبال روكي اهي. طيب البي احفظها كده، بي سي. طب والترنش فيفر، الترنش احنا عارفينها يعني، بص هي اصلا الترنش فيفر اللي هي الفايف دي فيفر احنا عارفينها ان هي كويتر لايس، يعني اللايس الهادي. بص كويتر لايس، ايه كويتر لايس ده بقى؟ يا دكتور كويت احفظها اللي هي كوانتانا، كويتر اللي هي الترنش فيفر، لايس دوت الحشره اللي بتنقلها لك. ركز بس كده وانا هدي لك شويه حاجات وانت ايه. الريكيتسيال بوكس، الريكيتسيال بوكس يتنقل بتك ولا لايس ولا فلي ولا ميت؟ بوكس بتاع ميتي ماوس بالميت. الريكيتسيال بوكس البكتيريا بتاعته اسمها ريكيتسيا بروازاكي ولا طايفي ولا اكاري ولا كونوري؟ لا لحظه يا دكتور، ريكيتسيا البوكس ده بتاع الاتاري. الريكيتسيا او السكراب تسوتسو جاموشي، تسوتسو يتنيل بميت ولا فلي ولا تيك ولا لايس؟ تسوتسو برضو دي كانت بتاع الميتي ماوس. فانت القصه كلها هي ام سي كيوهات كتيره جدا 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 على الريكيتسيا، وانا هدربك عليها في الام سي كيو في الاجزاء. فالام سي كيو هتلاقي ام سي كيو كتير جدا جدا، هو كل موضوع انك تفتكر شويه جمل. يعني اقول لك الريكيتسيا ريكيتسي بتعمل روكي ماونتن فيفر ولا بتعمل ايبيديميك تايفس ولا بتعمل انديميك تايفس؟ ريكيتسي بتاع الروكي ريكي تك، روكي ريكي تك. ان الروكي ماونتن فيفر بتجي لك من بكتيريا اسمها ريكيتسيا ريكي ريكيتسي وبتتنقل لك بالتك تك تك. شكرا.